جمد الفاك دو بونور. ما شاء الله برشا وزرة في الحكومة، برشا كتاب عندنا حتى ما عندكش؟ والله ما عندي، ما نكذبش عليك، كلهم خايبين. مش خايبين، ما نيش قلت لك انا خايبين، مش حتى خايبين. مويلات مش سياسية، مش سياسية. ضحى شكون أكثر واحدة كيف الحكومة ترتاح له؟ والله نحب كي نسمعوا معناتها راحتها في التيلي يبدا يحكي ما نبدلش عليه، خاطر انا أنتي سياسة اللي راهم يحكيوا ونبدل عليه. نحب سي عبد الفتاح مورو. عبد الفتاح مورو هذا مش يعجب. عبد الفتاح هو السياسي مش مشكل، أي ما يعجبني حتى كي يجيبوه في الديميسيون ولا حاجة نحسه مندفع ويحكي وصريح دافي ويحكي بلغة التوانسة. أي منو لينا، وربي فضلك وكذا وكلغة التونسية. بختم عنا برشا برشا سياسيين راهو محليهم، حتى سي البيجي يستعمل كيف نفس اللغة متاع مورو. بون شقال شقال بيجي، قال احنا من نفس الارشيف وما من نفس الارشيف. باش بوش خليها على روحه، شتيت ورا وريقة ليه حاوس في البلدان. ليه في البلدان شبيك سويدا في البلدان، يعطي فيه صورة تونس وجه تونس للبلدان. باش بوجي انا يحيى. ليه والله ليه، ما معناه انا مع الانسان اللي يمشي يعرف بالبلاد ويوريها ويخلي الناس تعرفها هذيك تونس اللي خرجت منها الثورات. هذا جاب ربي ما يعجبك حد. بالله يا محمد، ما حبش نحكي في الموضوع السياسيين. نحب نقدم تحيه كبيره للمرحوم شكري بالعيد. شكري بالعيد انا ما كنتش نعرفه، عرفته في البريود الاخرانيه، كنت نسمع به معناتها كنت اتفرج عليه. انسان بالحق 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 خسرته تونس. ايوه على ذاك هما راهو خسرته تونس وعلى ذاك صفيه. زيد لطفي نقد. برشا سياسيين نحسهم الوقت هذيك اللي خرجت منهم الروح متاع تونس، معناتها تحسهم اللي ولاو يحكيوا ويتكلموا. وقت هذيك اللي وقت اللي مات شكري بلايد بالحق اسفنا برشا. سي لطفي احسن واحد في الحكومه، اقوى واحد واحسن واحد، وانت تشيخ عليك ترى وكي تسمع احسن واحد. ما نجمش نقول لك احسن واحد على خاطر بون هي بومو نسبيه. القطاع الصحي في البلاد هو اللي قاعد شاد روحه، ونرى اللي العابدي قاعد يخدم في خدمة باهية، يعمل زيارات مش أي هي قاعد يخدم في خدمة باهية. والقطاع الصحي بصفة عامة في تونس هو اللي متمسش تنجم في القاعدة متاعه، وحتى الناس اللي يخدموا فيه تشوف شوية صدق. وهذا عن تجربة، معناها أنا عشت فترة صعيبة في حياتي وقعدت في السبيطار عام، ونعرف شنو معناها السبيطار، ونعرف الناس اللي قاعدة تخدم شنو، ونعرف الكفاءات اللي عندنا اللي معترفين بهم عالميين. وهذا شو نقول، انا نقول وزير الصحه هو اللي قاعد يخدم باقي الكل نص نص. حتى وزير التعليم ذا شوي قاعد يحب يبدل المنظومه شوي، ويحب تحب له وقت وتحب له اي، مازالت المنظومه طويله شوي. مازال التعليم للمراجعه، تحب له مراجعه من الجذور. اما هو في البرنامج معناه يحب يقدم حاجه جديده. سيري ذا باش نقول لك، نشوف الاوضاع نتاع البلاد ما يعجبني حد. سهل ياسر، ما نشوف فيهم انا من الخمسه نقوم نشوف الناس. مرحبا سي حمل الهمامي. كل لا وقت نشوف، لا ولا لا ما عندي حتى توجه. انا نشوفهم العباد قواج، الناس كل يدخلوا لي ونعرف. وشنو بما انك انت عندك في القهوه يجيك برشا عباد وممكن تحتك مع الشرائح الكل، يقول لك والقهوه تلم الناس الكل، تلم الناس الكل للعمل اليومي لغيره. شنو المزاج العام؟ ما فاد الناس قلقا، صدقني فاد الأوضاع، فيد فيد حتى ماشي لخدمته، حتى لخدمته معناتها مش حتى خدم تحسوا ما بين ساق التيلي وساق القدام. فهمني والله صدقني، ساعات 9 ونص 10 نتاع الصباح عندنا حوانت بحذاب والله مسكرين. نقول لك اخويا علاه جاي مسكرين، معناتها بتاع حوايج نتاع مسكرين عند البلاصه اللي احنا في وسط بني خيار. فهمني يقول لك بلي علاش نخدم جاي، معناتها باش نجي 8 ولا 3 شنو فمش خدمة. على ذاك ممكن زاد العباد ولا تمشي اكثر للكونترا، يقول لك ما فماش ديزامبو وما فماش كذا وربح صافي. ممكن والله صحيح، والله يجي يقول لك الكونترا راهو عندها بون سي اونتر بارونتيز، مانيش نبرو فيها راهو. لا 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 نشخصوا قاعدين في الظاهره، فهمتني؟ والله باش نقول لك انا تو ما ناس بالغالط. لا لا هي معناتها شوف في كل بلاد ساعة الكونترا راهو. باش ما نجيوش لتونس معناتها اما كبرت في تونس، كبرت في تونس، كبرت برشا، كبرت. علاش كبرت؟ خاطر وقت اللي تلقى ما نعرفش 700 بطال ولا 650 بطال، 650000 ولينا نسمع راهو بن مهرب في القهاوي. سامح ولينا نسمع. لا لا والله صحيحه موجود. لا هذه من قبل راهو ما نحطوش، راهو من قبل. انا دخلت في دومين القهوه من قبل، وتعرف معناها راهو كان يبيع في القهوه في السوق، معناتها في الواحد في السوق معناتها. وتعرف معناها راهو بن مهرب، يعني ماهوش خاضع للرقابه الصحيه. صحيح صحيح. لا لا صحيح صحيح، نمشي معاك هذه في هذا. فهمني؟ اما
نرجع لسؤالنا معناتها وقت نشوف الوضع في البلاد تشوف الحكومه معناتها بالنسبه عندي انا مش راجعه بالله لحظه برك عندي حاجه على تونس تفضل نحب نقولها نحب الناس تسمعني انا امك يا ذا العيون السود انت الجندي في في ترابي ازرع الجهود انشر السلام فعتادك الاسود انا امك يا ذا العيون السود دمك فداء للوطن والخلود تبا لمن اظرم النار في جسدي بلا برود ساكون اسدا من الاسود لن تنهش لحمي فانا فرس اثار للاسود ارمي برمحي في بطن العدو اثار لكم يا اشبال الاسود ارمي بسهمي اسقط العدو وأثأل للوطن لماذا الجمود لماذا الركود لماذا الانقسام لماذا التواني عن الخلود لسنا في زمن عاد وثمود ولا نحن في عهد الفتوحات يا قعود لكننا من نسل محمد حبيب الله الودود لن نرى إلا وطنا شامخا يا أسود ديننا إسلام وحياة وخلود وعتادنا جنود بواسل وأسود أنتم النائمون على الريش وأنا أحميكم يا قعود لن تنكروا جهود الأسود لن يموت أشبال الأسود وعزة الله وجلاله سأدوم ما طلعت شمس وما جنح ليل طويل يا أشبال الأسود هذه نهداها هذه عبارة تونس تحكي تحكي على أولادها على الناس اللي تحمي فيها والناس اللي ما تحبهاش تموت شكرا ليك يعطيك الصحة برافو على القصيدة هذه برافو على الشعر نسمع فيه راديو ميد فاك دو بونور